الذاكرة كيعتذر كيعتذر لأنه نفسيا راه ماشي سهلة، أنه شحال من حاجة كتراكم هذا أكثر من سوء الحظ، لأنه كنت كتشوفوا كيفاش كيدخلوا عندنا لي بوت في واحد المومون اللي حنا يلاه كناخذوا لا كونفيونس والله يكون في وين في اللعبة، لأنه حنايا عندنا بروبليم ديال لي تيغان دونترينمون اللي كدوز من السانتيتيك للتيران غازوني بحال هذا، يلاه كدوز واحد دوميغ ولا بليس كو سا بوتيتر، باش يلاه لي جوار كيكون عندهم لي روبير. وما نساوش انه عندنا بزاف ديال لي جوار كي سون ابسون، لي جوار كلي منهم نصيري كومباني. والمقابله حنا ما دخلنا فيها، ما خدينا زي ما عرفت لا دوزيام ميتون اللي كانت بالنسبه لي انا كره ما بغاش تدخل، لانه هذا هو نقولوا الصراحه، لان ما بغاش تدخل هو اللي كاين حراسة المرمى، كاين مشكل ملي كتشوف الاصابات يمكن نقولوا تقنيا راه كاين ان بروبليم دو غارديان دو بيوت، هادي حنا من حقك تقولها. لي جوار كلي اللي كنا كنعولوا عليهم منهم غبرة ولا سوبول ولا بن علي ولا كاين دري بزاف تبارك الله اللي عندهم مستوى باش يلعبوا، وحتى اليوم حنا ما بيناش في اللي ضعاف، ما تنساش واخا وكنحسوا راسنا اليوم كنشكروا الجمهور لان كنحسوا لاعبين بحال لاعبين في طنجه، هذا هو وكنقولوا لهم ميرسي بور هذا السوتيان. كاين دري ما عندهمش اكسبيريونس بحال الزرايبي بحال فالي يلاه جا المغرب اتشاباو يلاه رجع لا كومبيتيسيون، ما تنساش انه هذه من كما تنقولوا الحوايج اللي ما كيساعدوناش. السؤال الثالث ما عقلتش عليه شنو هو؟ السؤال الاول كان على المعسكر في حصه هذيك، باش سي نورمال نخرجوا من تما، يلا ما عندناش فين ندربوا، لانه كي قلت لك سانتيتيك راه ضد كره القدم. انا كنقول لك بصراحه سانتيتيك راه ما يمكنش تريني فيه باش تلعب في لو ناتشورال، هذه ما كاين. مشينا باش لا الظروف، مشينا باش نخرجوا من ذاك باش يخرجوا الدراري باش يبدلوا الجو شويه. وكانت الحصه ديال الجمعه كانت ريكوبيراسيون سكي لوجيك، حيت الجمعه ما كون بروفيسيونال كدير والو، لو جور جي موان دو هي هادي، ما عندكش. درنا فيها المساج، البان دو كلاس، لو روبو توتال. لو ساندي درنا حصه ممتازه في لانكس ديال مولاي عبد الله. ما كاين لا با دي تو، هذا شي جانب العمل في انسان اللي ما كي حنا دزنا ككويريا، والكره راه بحال لينا فامي كيتقلق ما لعبش، واخا يكون سي هومان ماشي شي حاجه اللي تقلق لانه احسن من الاخر ولا لا، تول مون كلشي كيبغي يلعب، هذا هو اللي كاين. باش كونترير كاين اون بون امبيون تري بون امبيونس، ولا كما كنقولوا ولا شونس باقا معاه. ان جوور اللي كيدرب لي 8 ديال اللعابه وعطى باس للبيت وضربات فات الكره كون دخلت كون وشحال من الكره دازت بحال هكذا، ولكن وحنا غادي ندخل هاد الطوله ما بقاش ننساو الماضي، الكره هي هي وماشي وديما كتوقع هادشي. الفرقه اللي عندها كتعطر بحال هكذا كتعطي نتائج من بعد، لان كلشي كياخذ ليكسبيريونس لا كونفيونس، والكره راه باش دير لي بوان يا تخسر يا تربح، وما داكشي ديال التعادل ما خدامش. ايفو اوزي، ما نبقاوش حنا نقولوا حنا كنجيو باش نلعبوا الكره، ماشي كنلعبوا 8 اللور نبداو نضربوا طويل، لا حنا كنلعبوا الكره مالغري لا ديفيكولتي اللي عندنا في لو نومبر دو جوغ اللي بليسي. ما يمكنش تخدم كل سيمانه الله يكون في عوان الزاكي، كيكون كل سيمانه كيخدم باسميتو، حيت ما انت كتعول فينا هو عدنان ولا كسونترا اللي جم، راه كاين الا جيت تحسب راه كاين 9 لعابه، ما يمكنش نلومو مالغري سا. قلت لك كنا ندو 2 بوان اليوم 3 بوان اليوم ونحسبو من الباب بشويه. نشوفو بيتيتر انتوما كتشوفوا هذا الشيء، حنا ك دي جون بروفيسيونيل كنطبقوا داك الشيء اللي كاين كيدير المدرب الرسمي، هذا هو اللي كاين. كاينش موفيزون اللي سي نورمال اللي ما كتكونش لي ريزولطا، راه كلشي كيولي. انتم عشتوا كصحافه ولا كجمهور كتلقى هادشي راه عادي جدا في كره القدم، ماشي شي حاجه اللي حنا اتحاد طنجه هو اللي سي نورمال اون شيرش تو الموند غيف كلشي بغا يجي. بصراحه اليوم كنا جايين نديو 3 بوان الصراحه هي، ولكن ملي كيتمرك عليك ان بيوت اللي انتم شفتوا راه كنمرضوا كثر، لانه حنا ككويريا كما تنقولوا راه تنحسوا كثار من داك الانسان اللي ما لعبش كره بزاف، كاع اللي كاتبان الكره سهله ماشي هذيك ماشي راه سهله، ولكن دخلات وحنا اللي سهله اكثر من هذيك ما دخلاتش.
ولكن حنا جينا لعبنا الكره ما باش نسدو نلعبوا لو كونتر ونخسروا اللعب ونديروا نطيحوا داكشي. طاح شي لعاب ديال طنجه ما طاحش، هذا هو اللي كاين. ولكن حنا هذه الفرقه هذه وكنقولوا هذه الفرقه برافو، لانه باش تبقى في هذا الايقاع وتلعب بهذه الطريقه هذه، راه انت حسب لو نومبر دو ديال لي زوكازيون اللي مشاو لينا، وكتجي وحده بسيطه للاسف الشديد. حنا كنتحنا كنتاسفوا لانه الله يكون في العون لا في لو غارديان ولا راك لي جو اللي داروا لا فوت، راه حنا راه تنتعلموا لانه كيعيشوا حتى هما واحد التوتر، لانه ما حتى هما مسكين شنو حنا انسان كنخطوا. ولكن حنا ملي كنواعدوا الجمهور ديال طنجة اللي يستاهل، لانه بصراحه اش نقول لكم، انا تمنيت اللعب اليوم 11 وانا عارف اش غادي ندير، انا عارف اشنو غادي ندير كون لعبت لي بوش ولا ايدرو، انا عارف اش غادي نحمر لا الزكي وجهه ولا الجمهور ولا الفرقه كامله، لانه جو سي سكو جو دي، هادشي هادي الكره اللي وهادو هما اللعابه اللي كنقلبوا عليهم لدابا. وصعيب باش تلقى دابا اللعابه، راه اللي مزيان راه كيديو لي كلوب اللي عندهم لي مويان. حنا دابا تبدلات الفرقه كامله، راك شتي البقره تبدلات كامله، راه ما يمكنش غتبقى غير نصير وعراب وجورفي، راه كلشي مشى. ودونك باش توصل لهذا المستوى اللي كنلعبوا به راه مزيان، لانه حسب وشوف وتشوف اشنو كاين. سي لو مونك ديكسبيريونس لا شونس ما كايناش كاع نهائيا، انا كنقولها ونعاودها. انتم لي ماتش كاملين، هاد لي 5 ماتش كاملين، ولكن الكره هي هادي، وعلاش ما نربحوش الوداد ونساو حنا الجميع هادشي. تهضر مشيتي لهم مسيفات وسائل الاعلام، ونعطيو الكلمه للسي جمال السلامي مدير فريق الفتح الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا جد سعيد بالنتيجه بالاداء ديال اللاعبين، تنهنيهم تنشكرهم. مباراه ما كانتش سهله، خاصه في ظل النتائج المحصله في هذه الدوره، لان شفنا مجموعه ديال الانديه اللي استقبلات في الملعب ديالها وانهزمات، وبالتالي كان علينا بعض الضغط. كنا وصينا اللاعبين باش ناخذوا المباراه بجديه، لان كره القدم تتعرف الحقيقه ديال الملعب ديال الميدان في وقت المباراه، ماشي الترتيب، ولا خاصه في الوضع ديال الانديه الان في بدايه ديال الموسم. الحمد لله سجلنا في وقت مزيان، عطاتنا طمانينه، حاولنا اننا نسجلوا ما توفقناش، ولكن بقينا جديين من الناحيه الدفاعيه، هذا شيء مهم بالنسبه لنا. المباراه السادسه الحمد لله ما منهزمينش، حصلنا على 12 نقطه، بالنسبه لنا حصيله جد ممتازه الحمد لله في هذا التوقيت هذا من الدوري، لان مازال جاي التوقف ديال البطوله، ويكون عندنا وقت فين اننا نشتغلوا. الحمد لله هذه النتيجه غتعطينا ثقه واطمئنان، وغتخلي اللاعبين انهم يشتغلوا بشكل افضل ان شاء الله. اولا خصنا نعرفوا بان الملعب هو جديد، الملعب تم الاصلاح ديالو، الارضيه ديالو ثقيله بعض الشيء. حنا كان المهم عندنا اليوم والهدف من المباراه اليوم هو اننا نحققوا 3 نقاط، والتعامل مع المباراه بجديه، لان شفنا اسفين هزمات بالملعب ديالها، شفنا اكادير هزمات بالملعب ديالها، وبالتالي هذا انذار كان بالنسبه لنا. الحمد لله ان اللاعبين تعاملوا بجديه، لان تنظن بان الناحيه الدفاعيه كنا ممتازين طيلة المباراه. بطبيعه الحال الفريق اتحاد طنجه كان عليه ضغط خاصه النتائج اللي محصل، ولكن بالنسبه لنا الهدف ديالنا تحقق هو 3 نقاط، عندنا متسع من الوقت باش نصلحوا مجموعه ديال الاشياء. ما قدرناش نخرجوه النوري رغم انه بدا عليه العياء نظرا للقيمه ديالو في الكره الثابته، وكنا تنتخوفوا من الكره الثابته اللي ممكن الخصم يسجل منا التعادل، وبالتالي رغم العياء اللي حس به فحنا فضلنا اننا ما نقوموش بتغييرات كثيره ونخليو التوازن الحاصل. الحمد لله اننا حصلنا على 3 نقاط مهمه في هذا المباراه. اولا حنا تنجمعوا النقاط لدوير الزمان، بطوله عندنا عليها. حنا فريق تيتكون خاصه من الناحيه الهجوميه، شفتوا اليوم لعبوا 3 ديال اللاعبين اللي ما عندهمش تجربه في القسم الوطني الاول. النوري كان هداف ديال القسم الوطني الثاني، خصو وقت باش يتاقلم مع الايقاع ديال القسم الوطني الاول. امين عزري جاي من فرق الهوات، كذلك لامين، وبالتالي العناصر اللي عندنا في الهجوم خصها وقت باش تتاقلم مع الاجواء ومع الضغط ديال المباريات، باش تكون عندنا فعاليه هجوميه في المستقبل. الحمد لله حنا حصلنا على 12 نقطة في 6 المباريات، شيء مفرح جدا وجيد بالنسبة لنا. تنتمنى أننا
نعرفوا شنو تنتظرنا قبل من التوقف، لان الان جرينا مباراه السادسه، تنتسناو شنو هو اللي غيكون البرمجه اللي غتخرج من بعد باش نعرفوا كيفاش نحضروا لها ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.